لا تتحقق الانتصارات بالحديث عنها فقط إن لم يكن هناك تقدم على أرض الواقع، وهو ما يفتقده العدوان السعودي الذي زج بجنوده ومرتزقته في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، متجاهلا الانتصارات التي يحققها أبناء القبائل اليمنية على مختلف انتماءاتهم السياسية إلى جانب جيشهم واللجان الشعبية في مختلف الجبهات بل وفي العمق السعودي. تحرير مأرب، تحرير صنعاء، تحرير صعدة، تحرير اليمن، مصطلحات سمعها ويسمعها أبناء اليمن منذ ما يزيد عن 6 أشهر، أي منذ بدء العدوان السعودي على اليمن. لكن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو أن مصطلح التحرير يفهم منه أن هناك قوى محتلة لليمن من خارجه، وهو ما لم يتوفر على أرض الواقع. بل على النقيض تماما، أن من يدعي تحرير اليمن هم غزاة ومحتلون في الحقيقة والواقع، ويدعون تحريرهم اليمن معدين أنفسهم بالفاتحين لوطن من أبنائه. هكذا يسعى العدو السعودي وإعلامه المأجور المساند له في عدوانه إلى قلب الحقائق وتحريفها وفق رؤيتهم وما يخدم أهدافهم الاحتلالية، الذي تعدها كل الشرائع السماوية والأرضية بالأهداف العدوانية والاحتلالية للبلد، يجب مواجهتهم والتصدي لهم مهما كانت الذرائع التي يحاولون نسجها، وهو ما يجسده أبناء اليمن على مختلف أطيافهم وأجناسهم كلا في مجال اختصاصه. انتظار عظيم، انتظار عظيم، وإن شاء الله ننتظر عليهم ندخل داخل الرياض إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله لا ندكم دك. انتصارات وهمية لا يجدها المشاهد إلا على قنوات العدوان، في حين أن الأرض والواقع يحكي عكس ذلك. فما تشهده الحدود بين البلدين من تقدم للجيش اليمني ولجانه الشعبية المساندة له في الأراضي السعودية خير دليل على ما يسعى إعلام العدو إظهاره من تضليل وزيف الدعاءات، في حين أنه يتكبد الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات رغم ما يمتلكه من تفوق جوي أعدم لدى الطرف الآخر، لكنهم باتوا أعجز من أن يحققوا أدنى أهدافهم الاستيطانية، عدا مزيدا من سفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة من المواطنين بقصفهم الهمجي. أحيي الجيش والجيش الشعبية، وأقول لهم نحن قادمون قادمون قادمون، وإن شاء الله ينتهوا أرسلوا ولا يبقي منهم واحد بإذن الله. نسأل الله أنه يكملها بخير وينهي آل سعود بإذن الله. ضربة قاصمة أخرى تلقاها العدو السعودي الغازي في محافظة مأرب، حين حاول الزحف عبر منطقة صحن الجن باتجاه مواقع حملة المصارية بالجدعان، ليتكبد أكثر من 21 آلية ومدرعة، ناهيك عن عشرات الجنود الذين لقوا حتفهم، فيما فضل البقية الفرار وترك آليتهم وراءهم، الذي سرعان ما عاود طيرانهم الحربي قصفها كي لا تقع في أيدي الجيش ولجانه الشعبية المساندة له. انتصارات الأمس لم تكن لتتحقق ما لم يكن هناك توحيدا للصف من قبل جميع أبناء اليمن، وفي مقدمتهم أبناء محافظة مأرب من أنصار وقواعد المؤتمر الشعبي العام، وتوحدهم مع جيشهم وأبطال قواتهم المسلحة، إضافة إلى اللجان الشعبية المساندة للجيش اليمني من مختلف قبائل اليمن. أعززها اليمن واليمنيين كلهم، هذا نصر للناس كلهم، ما عندك كيف هذا ما وإحنا معاهم كلنا ندعمهم بأرواحنا بكلنا، كل الشعب اليمني مالك، والذي بيقول لك هذا راضي عن عرضه ومالك كل هذا، الذي بيقول لك راضي بمولاه. استبسال وتصدي أبناء القبائل اليمنية في وجه العدوان السعودي لم يكن بالقريب عليهم، بل أعادوا إلى الأذهان ما صدره أجدادهم وآبائهم على مر التاريخ في دحر المعتدين وكل من تسول له نفسه التفكير في احتلال اليمن، ليطلقوا عليها اسم مقبرة الغزاة نتيجة ما واجهوه من شراسة وتضحية في سبيل حرية واستقلال وطنهم، والتي تكللت كل تلك التضحيات بالنصر المؤزر ودحر المعتدين وردعهم عن غيهم والرحيل من أرضهم وبلا رجعة. يحيى الهادي، اليمن اليوم. إذا لتسليط الضوء على البطولات والانتصارات التي يسطرها الجيش بدعم من مشايخ القبائل، ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمد سالم بن طعيمان. مرحبا بك شيخ.